قاعدة تحكي عن never و ever و neither. في حد سأل عنها، يعني بصراحة أنا ما انتبهت إنه في بمستوى التاج قاعدة متعلقة بهذا الموضوع، ولكن للمعرفة خلينا نعطيكم إياها من الاحتياط. في عنا هون أول شغلة never و ever تقريبا بيعطوا نفس الوظيفة، مع إنه عندهم بعض الوظوف، عندهم بعض الشروط. هلأ nobody إذا يعني بحكي nobody أو nothing، يعني إذا كان في عندي nobody أو nothing has ever said that to me before، أوكي؟ يعني زي ما بحكي عمره ما حدا حكى لي هالحكي بحياته، ما حدا حكى لي هالحكي. إذا بحكي هالجملة بالطريقة هاي بحط ever، يعني فهاي ever معناها بالمرة ولا مرة، أوكي؟ ف nobody has ever said it to me before، ما حدا حكى لي هذا الحكي. فغالبا ever أول شغلة ever هي بتيجي بتفصل بين الفعل والhelping verb. فأنا عندي هنا helping verb اللي هو has، والsaid هو الفعل. فالever والnever دائما بيجوا بفصلوا بين الفعل والhelping verb. أول شغلة موقعها بيجي هون. لما نحكي nothing أو nobody تيجي تقريبا مع ever، فهنا بتعطي زي معنى النفي بطريقة غير مباشرة. يعني بحكي ولا حدا حكى لي هذا الشيء، يعني بدي أحكي يعني بنفي إنه حدا حكى لي هذا الشيء. ف nobody ever بتيجي مع بعض زي هيك. أو إني ممكن أستخدم، ممكن استخدام تاني ل ever إنه this is the first time ever، يعني هاي أول مرة بحياتي بعمل هذا الإشي أو باكل هذا الإشي. ف it's the first time ever that I've ever eaten snails. فكمان زي ما احنا شايفين ان الايفر بتفصل بين الهيلبينج فيرب والفيرب، هاي ايف اللي هي اي هاف وهاي ايتن. فا اتس ذا فيرست تايم، هاي اول مره بحياتي ايفر، اوكي؟ فاذا ايفر بتيجي اما مع النوبادي او ناثينج فبتعطي ايجي نوع من النفي، او انها بتيجي مع اتس ذا فيرست تايم، أول مرة بحياتي كلها. زي كلمة أحكي أول مرة بحياتي كلياتها، أول مرة على الإطلاق. لما أحكي أول مرة على الإطلاق بحكي it's the first time ever، هيك بحكيها أول مرة على الإطلاق. فهاي تاني استخدام لإلها. تالت استخدام لإيفر اللي هو بيكون مع السؤال، فبحكي have you ever been to England، عمرك رحت على إنجلترا. ف have you ever been to England وكأني بحكي وكأني بسأل إنه إذا عمرك بحياتك يعني ولو مرة واحدة رحت على انجلترا. فهي استخدامها، وبرضه كمان بتيجي مع الفعل، ما بتيجي مع الهيلبينج فيرب، بتيجي اكثر مع الفعل. او اني بحكي بستخدمها بالنفي، هذا النفي الوحيد اللي بستخدمه فيها بايفر هي بتكون بالسؤال هافين ذي ايفر بين تو انجلاند، هم عمرهم ما كانوا في انجلترا. يعني اذا ايفر معناها على الاطلاق بما معناها، فهي هي استخدام ايفر. وإيفر هي بتيجي، إذا ملاحظات نعرفها عن إيفر إنها بتيجي أول شغلة لما بتيجي بالجملة، بتيجي بتفصل بين الجملة عين الجملة أو تركيبتين الجملة اللي هي has والverb 3. إذا نعطيها نوع من النيجاتيف أو نوع من النفي بترتبط في nobody أو nothing. إذا نحكي إنه هاي أول مرة على الإطلاق، على الإطلاق بتكون it's the first time ever. وإذا بدي أسألها في السؤال فصيغتها بتكون have you ever been أو haven't ever they ever been، زي هيك. أما بالنسبة لنيفر فإلها استخدام واحد. نيفر هي بتستخدم بدل not، يعني ممنوع يكون في عندي not ونيفر بنفس الجملة. فعندي مثلا I have never been to Italy، أنا عمري ما كنت في إيطاليا. فنيفر معناها بالمرة ولا مرة، وهي بتشتغل مكان not، تشتغل مكان not. فممنوع أحكي I don't never eat، ممنوع أحكي مثلا I don't eat، يا بحكي I don't eat I have never eaten. هاي وهاي أو خلينا تكون بنفس الزمن، I haven't eaten و هاي I have never eaten، تنتين لهم نفس المعنى. I haven't eaten هاي بستخدم معها not، و هاي I have never eaten بستخدم معها never، فبتعطيني بنفس وظيفة not. بس إن يكون في عندي not و never بنفس الجملة غلط غلط غلط. انتبهوا إنه ever في السؤال كان ممكن يجي معها النفي. في السؤال haven't they ever been to England،
تيجي معها في السؤال فعندها ما في مشكلة ever، بينما never ولا مرة بيجي معها في السؤال. فهاي هي وظيفة never، برضو never بتفصل بين الفعل والhelping verb. أما بالنسبة ل already نفس الشيء، I have already drunk coffee، ف already بتفصل بين الفعل والhelping verb. وطبعا already معناها يعني لسه شارب، يعني مثلا تشرب قهوة، لا أنا أصلا لسه شارب قهوة، كيف أحكيها؟ I have already drink coffee، يعني لسه شارب القهوة، إنه ما بدي كمان. طيب don't try to أحمد، I have already done it، فهون بدي أنا أودي رسالة لأحمد، حكي ما توديها لأنه لسه مودي له إياها. فهي كلمة لسه مودي له إياها اللي هي already done it، already بتشتغل بمعنى بهذا المعنى، يعني لسه بعت له إياها أو بعتها، أوكي بعتها وخلصت. فبرضو الأوردي بتشتغل نفس الشغلة زي إيفر وزي نيفر، تفصل ما بين الفعلين، أو ممكن إنها تكون في آخر الجملة. يعني مثلا هون I have been to عمان already، يعني أنا رحت لعمان، already معناها زي رحتها وخ، يعني هيك رحتها، أوكي. So already ممكن تيجي بآخر الجملة زي هيك I have been to عمان already، أو إنها بتيجي بالنص I have already been to عمان، برضو بتكون جملة صحيحة 100%. بس ما بحكي I already have been، لا دائما يا بتكون already مثلا في آخر الجملة أو بتكون بين الفعل، بين الفعل بين شقين الفعل. فهاي بالنسبة ل already. أما بالنسبة ل neither فشوي حكايتها طويلة. neither خلينا نشوفهم خطوة خطوة. أول شغلة ناخدها على أمثلة على الجمل أحسن عشان نشرح على الجمل. He hadn't done any of his homework، يعني هو ما عمل ولا شيء من الهومورك تبعه، ما اشتغل أي شيء من واجباته. neither had he brought any of his book، ولا جاب أي شيء من كتبه. فneither هنا بتعطي إيحاء في النفي، بس لما يكون في عندي شغلتين بدي أنفيهم، يعني لا اشتغل ولا جاب الكتب، لا درس ولا جاب كتبه اصلا. ف he hadn't done anything، ما بصير احكي also he had brought any، وايضا لم يحضر كتبه، لا ما بصير، لازم نحكي neither he had brought any of his book. فهاي بتعطي كمان ايحاء، بتشتغل بمعنى not كمان، يعني neither had he brought any of his book مش معناها انه هو جاب كتبه، هاي معناها وكأنه ولا also didn't، من غير ما نحكي، يعني ما بصير احكي also hadn't، ما بصير احكي، هي غلط. بدل ما احكي also hadn't بحكي neither had، neither had معناها وكأنه also hadn't، بالضبط وكأنه نفس المعنى. فهاي تشتغل مكان النات، ما بصير احكي انه also hadn't، لا بحكي neither had he brought. ننتبه لموقع neither، انها neither بتيجي قبل الهاد، يعني قبل الجملة الثانية اللي بدي أحكي كمان ولا عمل هيك كمان، ولا عمل هيك كمان، فالنيذر تجي قبلها neither had he brought. وانتبهوا إنه الهاد والبروت كيف تركيبتها، عندي أنا هاد بعدين السبجكت بعدين الفعل، أوكي. فالنيذر هاد هي بروت، هاي شكل الجملة هيك بيكون. فهو ما حل واجباته، هنا نفيتها عادي، هي hadn't done any of his homework، بس لأني بضيف كمان شغلة ثانية نافية، يعني هو ما عملها، فبضيف عليها بكلمة neither، ما بضيف عليها بكلمة also not، غلط، لازم neither had he brought any of his books. فهاي حالة واحدة من الحالات اللي بتيجي فيها neither. حالة ثانية من neither اللي هي عندنا neither of. هلأ neither of، شوف كيف هون بتيجي neither of us went to the party، وكان بدي احكي ولا حدا فينا راح على الحفله. كيف بدي احكي ولا حدا فينا راح على الحفله؟ بنحكي neither of us، هاي هي الطريقه اللي بنحكي فيها neither of us went to the party، ولا حدا فينا راح على الحفله. في كمان استخدام ثالث لneither، انا بخيرك بين which do you prefer tea or coffee، شو بتحب تشرب، شاي ولا قهوه؟ فأنا بحكي ولا واحد فيهم، كيف بحكيها؟ مش بحكي no one أو nothing، لا لا، لازم أحكي neither. neither معناها لا هذا ولا ذاك، فلا هذا ولا ذاك كمان استخدامها. الآن أنا بدي أحكي لا أحمد ولا علي، هون بتصير عندنا هون لازم نستخدم neither و nor. بدي أحكي لا هذا الشاب ولا هذا الشاب بأسميهم، بحكي neither أحمد nor علي، هاي معناها لا أحمد ولا علي،
went to the school. راحوا على المدرسة. Neither أحمد nor علي. فعندي هون neither nor هاي وظيفتهم. وظيفتهم إنه ينفوا إنه هدول الشخصين راحوا على المدرسة. في شغلة أخيرة اللي هي nor كمان تشتغل. We didn't see the movie nor did we play the game. نفس شغلة neither في البداية. We didn't see the movie neither did we play the game. أو we didn't see the movie nor did we play the game. فالتنتين بيشتغلوا بنفس الطريقة. وانتبهوا زي ما حكينا انها النور بعدين الفعل بعدين السبجكت بعدين الفعل الثاني. I can't go to the party. ما بستطيع اني اروح على الحفلة. فانا بدي اوافق الرأي واحكي له ان انا كمان ما بقدر. ما بحكي also I can't. غلط. بحكي neither can I. فneither بعدين الفعل بعدين السبجكت. Neither can I. I can't go to the party. Neither can I. ولا أنا بستطيع. أما بدي أحكي أحمد doesn't drive. وهنا لازم نحكي nor does علي. يعني بدي أحكي عن أشخاص بعينهم. إنه هذا الشخص بيعرفش السوق. ولا هذا الشخص الثاني كمان. أما إذا بدي أحكي عن نفسي أنا. Neither can I. فهاي هي قاعدة neither. يعني قاعدة neither قاعدة بترتبط بتأكيد إما نفيين مع بعض أو تأكيد على نفي من قبل شخص آخر أو رفض شغلتين مع بعض. يعني أو إن ننفي شخصين إنهم قاموا بنفس الفعل.